بجد الحلو اللي فيها ان هي ايجابيه قوي يا محمد. انا بحب دايما الاخبار الايجابيه اللي بتدي طاقه كده. كلنا بنحب الاخبار الايجابيه. عندنا في مجموعه من المهندسين قدموا مبادره للبناء بمواد ارضيه وصديقه للبيئه لاقامه مبنى تعليمي وخدمي باحدى قرى العياط. تعالوا نروح نشوف. بعدما اكتست الرقعة الريفية الخضراء بالطوب الأحمر، قدم مجموعة من المهندسين مبادرة للعودة للبناء بالطريقة المصرية القديمة، وذلك باستخدام مواد أرضية في إحدى قرى العياط لبناء مبنى تعليمي وخدمي. فكرة هاندوفر هي إن احنا شركة مجتمعية بنحاول إن احنا نبتكر حلول بيئية وتكون قليلة التكلفة علشان تساعد في تنمية المجتمع. نحاول دايما نعيد استخدام الطرق البنى اللي كانت مستخدمة زمان، وبنحاول ان احنا نضيف عليها او نطور فيها عشان تلبي الاحتياجات بتاعت المجتمعات المحتاجة تنمية. فبنحاول ان احنا كمان يبقى في جزء تعليمي بالذات للطلبة او للخريجين اللي دارسين عمارة او بناء، يعرفوا عن الطرق دي ويفهموها ويجربوا كمان هم يستخدموها في مشاريع حقيقية ومشاريع كمان بتفيد في تنمية المجتمع. ووفقا للبنك الدولي، فإن طرق البناء التقليدية تساهم بنسبة 20% من الانبعاثات الكربونية العالمية، بينما طريقة البناء التي لجأ إليها المهندسون تتمتع بعدة ميزات. لو قعدت في مكان خرسانة وقعدت في مكان من المباني اللي احنا شغالين بيها، هتلاقي انه في فرق شاسع في الراحة الحرارية او المكان اللي انت قاعد فيه. خرسانة بتجذب الحرارة، انما المباني عندنا هنا احنا بنستخدم الحيطان بتاعتنا، بتعتبر عندك عبارة عن ان احنا بنعمل خلطة مكونة من الرمل والسن والطفلة والجير، بنعمل خلطة بنسب معينة، بنحاول ان احنا نديها برضو بنديها سنة جزء مية، وبناخدها ننقلها بعد كده ندكها، بتدك بمستويات، وبعد كده بيتحط ممكن ان احنا نحط اكاسيد ونحط حاجات بحيث ان هي تدينا الاشكال الموجوده قدامنا. الحيطه بتاعتنا بتبقى ليها سمك معين عشان بعد كده المباني من جوه تبقى كويسه معانا من حيث ان هي الميه والكلام ده كله. ويساهم الاهالي في عمليه البناء، مما يمكنهم من تعلم طرق جديده للبناء اكثر استدامة. الاول كانت صعبه على الناس، فالبشمهندس احمد بشمهندس سعيد فقالوا يا جدعانكم انتوا هتشوفوا على الطبيعه. فلما خدوا اول 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 صعب اول دور وثاني دور، فالناس بدات تقتنع وبدات تثق في الحاجه، لان الحاجه ديت الخرسانه بتصب بتشد على 28 يوم، دي كل ما بتقعد يوم كل ما بتشد اكتر، كل ما بتشد اكتر بتبقى احلى. وفي مصر 60% من المباني بنيت بطريقه عشوائيه، لذا يسعى الفريق لنشر المبادره على نطاق اوسع بالقرى والنجوع. جميل جدا التوجه لإنشاء مباني صديقة البيئة، ودايما وضع البيئة اعتبار مهم جدا في أي إنشاء جديد بنعمله. أيوة صح. وكمان في المشروعات الجديدة النهاردة زي ما نوهنا في بداية الحلقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي هيفتتح أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، وهي كمان بالمناسبة صديقة للبيئة لأنها بتعتمد على مياه البحر بشكل أساسي وبتعتمد على الأدوات البيئية اللي موجودة.